جيم. بصي، هو اهم حاجه انك بتاخدي انك انت هتاخدي قرار انك تعملي رجيم. يعني ما تاخديش قرار انك تعملي رجيم وعندك 500 مناسبه جايين بعد، يعني مثلا عندك اختك هتتجوز بعد بكره، وعيد ميلاد جوزك يوم الجمعه، وعيد الام يوم السبت، وما اعرفش ايه الكلام ده كله. يعني ده كله هيبوظ لك الدايت. صحيح، هيبوظ لك نيتك انك انت تبداي انك تعملي دايت. تعملي رجيم لما يكون انت جاهزه تماما ان مفيش اي حاجه خارجيه هتاثر عليك، يبقى عندك العزيمه والاراده انك انت تاخدي قرارك ان انا هبتدي خلاص، ومفيش اي حاجه هتسنيني عن قرار ان انا اعمل رجيم، زي مناسبات، زي سفر، زي فسح، زي ويك اندات اللي ما اعرفش ايه والكلام ده كله، خروج مع العيال، حماتي ما اعرفش ايه، امي ما اعرفش ايه، جوزي ما اعرفش إيه. كل الكلام ده كله لازم يعني تنحيه جانبا لما تيجي تبتدي دايت، عشان ما تقوليش نويت الرجيم وتبص تلاقي زي ما نور بتقول دلوقتي حد جه قال لها يلا ناكل. هتاكل هي متخيله ان هو رجيم، هو متخيله الرجيم بالنيه، بيبقى هاتف ما بيبقاش حد كمان، يعني بيبقى هاتف داخلي، تبقى النيه بايظه من جوه اساسا. بس فهو توقيت مهم جدا، حلو، العزيمه، انك انت يبقى عندك عزيمه واراده انك انت هتستمر لفتره طويله، وما فيش حاجه هتخليكي تحيدي عن انك انت تلتزمي ببرنامج اكل. حلو. طيب المبدا الثاني في ان انا ابتدي اخد قرار ان انا اعمل ريجيم ايه هو؟ ان هو يعني احدد انا في انهي مرحله بالظبط، وان انا شكلي ايه، وعايز اوصل ليه. يعني ما ينفعش ان انا مثلا اقول ايه، مثلا انا عايز اخس 5 كيلو وانا مثلا وزني 150 كيلو. لا، طب هو المفروض مش 5 كيلو، المفروض انا بحدد انا كميه الكيلوات الزياده اللي عندي قد ايه، او شكل جسمي كان عامل ازاي، واستحضر يعني في ذهني حاجه اسمها بادي تو مايند ايمج، يعني شكل جسمي يبقى في عقلي اللي كان احلى شكل انا حبيته عليا ايه، وعايز ارجع له ايه. مش مثلا ايه، مش انا عايز نفسي انزل 5 كيلو خلاص عشان اقدر اخد نفسي، عشان ما اشخرش وانا نايم بالليل، عشان ما احطش مخدات ورا راسي وانا نايم عشان اعرف انام كويس. يلبس بسهوله ويتحرك. انا عايز يعني بستحضر الشكل الكويس اللي انا كنت عليه، ال 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 الوزن الكويس اللي انا كنت عليه بستحضره في ذهني، ويا ريت لو اقدر اجيب صوره قديمه من شكل القديم وابقى احطها قدام عيني على طول، عشان اعرف شكلي كان ايه وجسمي كان شكله عامل ازاي عشان ارجع له تاني. يبقى استحضار الشكل القديم، استرداد العزيمه والنيه الصادقه، يعني مش نيه صادقه بقى انك انت يعني مش باخلاص الكلام ده، النيه صادقه بتبقى انت الصادقه انك انت تبقى صادقه انك انت هتبتدي خلاص. يعني مش كل مثلا ايه انا هبتدي بكره وبكره، ده ما بيجيش. يعني معظم اللي بيعملوا رجيم يقول لك انا هبدا يوم السبت، يوم السبت ده بقى مثلا بقى له ايه 15 سنه. امال اعمل ايه؟ طيب بيجيش اقول ابدا دلوقتي؟ انت اول ما بصي، انت لازم الظروف اللي حواليك كلها تبقى مهيئه انك انت تبتدي دايت. يعني ما ينفعش مثلا يكون مثلا عيد ميلادك بكره مثلا، وانت بتعملي تحتفلي بيه مثلا، بعض الناس بتقول انا هبدا النهارده رجيم، ده انت هتلخبطيه بكره، وده طبيعي جدا. ما ينفعش مثلا ان مثلا يبقى تيجي مثلا تقولي انا هعمل رجيم بكره مثلا، يعني بكره، وبعد 4 ايام مثلا انت بص تلاقي مثلا انت رايحه تتفسحي ولا خارجه ولا مسافره عشان تتفسحي. ما انت هتروحي تتفسحي، هو الفسح بالنسبه للعرب او بالنسبه للناس ايه غير انك انت اكل وخروج وفسح والكلام ده كله، فيقعدوا ياكلوا. فلازم ما يبقاش عندك حاجه قريبه انك انت تخليكي تلخبطي موضوع انك انت تعملي الريجيم ده.